اليوم الفوج الثالث هو متوجه إلى العاصمة، إلى سيدي فرج، مدينة سيدي فرج. فيه فئات عديدة من الأطفال، فيه المتفوقين في الدراسة، فيه الطفولة المسعفة، وهذو كلهم على كل حال مبرمجين. وما زلت فوجين آخرين، فوج رابع وفوج خامس إن شاء الله. وما زالت هناك أيضا عملية توأمة مع 6 ولايات اللي نبعث لهم إحنا الأطفال في موسم الصيف، وهم يبعثوا لنا أطفالهم في موسم الربيع والخريف إن شاء الله. هذه كلها تدخل في إطار تثبيت مجهودات الدولة في توفير ظروف قضاء عطل بمناسبة فصل الصيف لأطفالنا. أنا أصالة بيزة من تبسة، رايحين في رحلة سيدي فرج لزير العاصمة، رايحين نحوسوا ونتمتعوا نديروا نشاطات باهية. أنا من بلدية شريعة وذاهبون اليوم في رحلة إلى الجزائر إلى سيدي فرج، وأتمنى أن تكون هذه الرحلة جميلة. جينا من ولاية تبسة من شاعر، أنا فرحانين باش نروحوا البحر وراهم متحمسين. جيت من بلدية فركان لكي أذهب إلى المخيم الصيفي، راني فرحان بالتحويس.